إلى ربع النهائي. أما منتخب الصين بطل هذه المجموعة عن جدارة واستحقاق، فقد واصل انتصاراته محققا فوزا ثالثا على التوالي وعلى ما كامل عن طريق سانكي في الدقيقة الأولى، افتتح باب التسجيل في اللقاء، ثم عن طريق سانكي مرة أخرى سجل هدفه الثاني وهو الشخصي الثاني للاعب ذاته في الدقيقة 42، وانتهى الشوط الأول بتقدم صيني بهدفين مقابل هدف واحد. في الشوط الثاني من هذه المباراة تمكن منتخب كوريا الشمالية من تسجيل الهدف الوحيد عن طريق كاولين بالخطأ في مرمى بلاده لتفوز الصين بهدفين لهدف واحد. انتقلوا